دي نكتة تحس ان احنا رحنا عيطنا لهم تحت البيت. حنان حافظ بتقول لحضرتك يا ريت رأيك ايه في احتفالية الاسكندرية، وده هيعود على مصر بإيه من الإنجازات، خدت بالك؟ اللي هي ده العودة للجذور. لا بتاعت قبرص اليونان ده هي انا دي شايف، جميلة جدا انا شايف انه والله. شبرا كان نصها يونانيين والظاهر، عارفه يا دكتوره، واسكندرية عارفه اللي عمل ده واللي فكر الفكره دي، انت النهارده يعني انت اللي كان الجزء الاولاني سياسه ومصالح وحاجات اللي هي بتاعت سياسه، احنا خدناها دلوقتي الشعب، الحاجات ايوه الشعبيه، وده اعظم اعظم تواصل ده واعظم من زمان قوي على فكرة. لا انا اقصد اقول حلو قوي اللي عملناه ده، لان ده اكثر اصل، وده بيجي بحاجات القوه الناعمه، يعني دي انت الحاجات عارف ده من امتى؟ انا لقيت كتاب قد كده، كل ما اقرا في المراجع اقول الاقي مرجع اسمه ايه، نيكولا الترك. يا اخويا نيكولا الترك، قعدت ادور في سور الاسبكيه ما جبت، واكتب قد كده بيتكلم على نهايه فتره الحمله الفرنسيه والسنتين اللي قبل محمد علي. ففي الوسط كاتب ايه؟ قهوه ياني او خماره ياني. شوف من امتى؟ 1804. الجريج موجودين من امتى؟ فاكر انت جمهوريه زفته؟ كان اشهر تجار قطن كان كرياكو. المنصوره كان فيها ده اكبر، اهاوي، ده ليه كبيره جدا المنصوره. منصوره ومدغمر كان فيها اهاوي يوناني ومحلات يوناني، واحنا في شبرا بتوع الجيلاتي والمخابز والحلويات كل ده. انا الفكره ان انا افكر الناس دي بده، ارجع الثقافه دي فهو تاني، ده خطوه حلوه. انا بتكلم لان ده التلاحم ده يفك الشعبي، هو ده مش لكده، ده بيرسخ وبيقوي، يعني فكره هايله جدا.